نشرة الأخبار الجديدة تأتيكم على رأس الساعة. أهلا بكم. أهلا بك شيماء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وإلى التفاصيل، يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره السوداني عمر البشير الذي يقوم بزيارة مصر ليوم واحد، وصرح بذلك المستحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، مشيرا إلى أن المباحثات تتضمن تفعيل جميع مسارات التعاون الثنائي، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين. هذا ويلي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة بالسودان في ملف السياسة المصرية الخارجية تمثلت في الزيارات المتبادلة بينه وبين الرئيس السوداني عمر البشير، وهي الزيارات التي شهدت زخما ملحوظا خلال السنوات الماضية، فضلا عن لقاءاتهما الثنائية على هامش الاجتماعات والفعاليات الدولية. على مدى السنوات الماضية احتل السودان أولوية لدى سياسة مصر الخارجية تمثلت في الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير في إطار مواصلة التشاور وبحث سبل تعزيز العلاقات التي تربط البلدين في المجالات كافة وبما يسهم في تحقيق مصالح شعبي وادي النيل. فقد حرص الرئيس منذ توليه رئاسة الجمهورية أن تشمل أول جولاته الخارجية زيارة للسودان، حيث زار الخرطوم في 27 من يونيو 2014 في طريق عودته من غينيا الاستوائية عقب مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي هناك. وكانت الزيارة التالية والأهم في 23 من مارس 2015 للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الثلاثية العليا بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذي فيه تم توقيع اتفاق المبادئ بين الدول الثلاث حول سد النهضة. وكانت الزيارة الثالثة في 2 من يونيو 2015 لتقديم التهنئة للرئيس السوداني على انتخابه لفترة رئاسية جديدة، ثم كانت الزيارة الرابعة في أكتوبر 2016 للمشاركة في ختام أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوداني بالخرطوم. الشعبين المصري والسوداني يستفيدوا من التعاون المشترك بين مصر والسودان في المرحلة الحالية والقادمة. في مواقف داخل المنطقة محتاجة تنسيق عشان دي مصلحة مشتركة. في مقابل ذلك كانت هناك خمس زيارات للرئيس السوداني إلى القاهرة خلال تلك الفترة، بدأها بزيارة للقاهرة في أكتوبر 2014، والثانية للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015، ثم في اجتماعات القمة العربية بشرم الشيخ في نهاية مارس 2015، والرابعة في فبراير من عام 2016 للمشاركة في أعمال منتدى إفريقيا 2016 بشرم الشيخ. وكانت آخر تلك الزيارات في أكتوبر 2016 للمشاركة في أول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي بالقاهرة، والتي شهدت تقليد البشير وسام نجمة الشرف تقديرا لمشاركته في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر عام 1973. في هناك تفاهم وتطابق في الآراء، لأن الناس تعمل على احتواء كل بؤر النزاع الموجودة في الإقليم وتطوير العلاقات الإقليمية بما ينفع شعوب المنطقة. وإلى جانب لقاءات الرئيس السيسي مع نظيره السوداني خلال الزيارات المتبادلة، كانت هناك لقاءات ثنائية أخرى على هامش مشاركة الرئيسين في الاجتماعيات والفعاليات الدولية، خاصة اجتماعات الاتحاد الإفريقي المختلفة، وأخرها في يناير الماضي بإثيوبيا. وتعكس الزيارة المتبادلة بين الرئيسين أهمية واستراتيجية التعاون المشترك في قضايا عدة، وحتمية التنسيق الثنائي في المخاطر التي يتعرض لها البلدان. بالتاريخ والجغرافيا تترابط مصر والسودان برباط الإخوة الذي عزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مدار القرون الماضية، ودفع القيادات السياسية في البلدين للحرص على توطيد تلك العلاقات وتدعيم أواصر التعاون المشترك في شتى المجالات بالنظر إلى ما يربطهما من وحدة الهدف والمصير. نسجت اعتبارات الجغرافيا ومسارات التاريخ وحركة البشر علاقة خاصة بين مصر والسودان على نحو ربما لم يتيسر لشعبين آخرين في المنطقة. فالسودان يمثل العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءا من الأمن القومي المصري، ومن هنا تبرز أهمية السياسة المصرية تجاه السودان للحفاظ على وحدته واستقراره وتماسكه
وفي تعزيز علاقات التكامل بين الجانبين. تأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة ومراعاة شواغل كل منهما واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى. وخلال السنوات التي تلت ثورة 30 من يونيو، حرصت مصر على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان، وتطوير علاقات البلدين في شتى المجالات، وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما يطمح إليه شعب وادي النيل. أن نضع العلاقة بين السودان ومصر في مسارها الصحيح، وعندما نتحدث عن المسار الصحيح هو إجمال لهذه العلاقات الأزلية التاريخية، علاقات الدم والرحم وعلاقات التواصل التي لا يمكن أن تنفصم. وعلى المستوى السياسي، شهدت العلاقة بين البلدين زخما كبيرا تمثل في الزيارات المتبادلة واللجان المشتركة لاستشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي، أبرزها اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير. وعلى المستوى الاقتصادي، شهدت العلاقات نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، تمثل في ارتفاع الميزان التجاري بين البلدين والاستثمارات المشتركة، والمضي قدما لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشاريع البنية التحتية. ولم تقتصر العلاقات بين البلدين على ذلك فقط، بل عملا على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بينهما، وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما، والعمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا. هذا الإرث التاريخي يؤكد على متانة العلاقات بين البلدين، وأنها علاقة عصية على التفكك. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 16 عن العملية الشاملة سيناء 2018، والذي تضمن بعض النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية. على مدار الأيام الخمسة الماضية، واصل حماة الوطن استكمال المهام المخططة بعملية المجابهة الشاملة سيناء 2018 لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وتطهير محيط القرى والمدن بشمال ووسط سيناء وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية: قيام القوات الجوية بتدمير سيارة دفع رباعي مفخخة واستهداف وتدمير 12 هدفا يمثل أوكارا تستخدمها العناصر الإرهابية، تدمير عربة مفخخة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمني جنوب غرب مدينة العريش، القضاء على 30 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء، عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية، القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة ومقتل 6 عناصر تكفيرية أثناء تبادل لإطلاق النيران
مع قوات الشرطة، وذلك بعد توفر معلومات تفيد بالاختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش. تنفيذ مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح نتج عنها العثور على رشاشين وثلاث بنادق آلية وقناصة وخرطوش وقاذف RPG وعدد من الذخائر الخاصة بهم، بالإضافة إلى مركز إرسال. القبض على 345 فرضاً، من بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائياً. تدمير 386 وكراً ومخزناً وخندقاً بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير 93 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات. ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة أنواع، وتدمير 67 دراجة نارية، تدمير مخزنين عثر بداخلهما على 2800 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، واكتشاف وتدمير 33 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 7430 كيلو جراماً من المواد المخدرة المعدة للتداول. وتستمر عناصر القوات الخاصة البحرية في أعمال التمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل ومنع العناصر الإرهابية من الهروب والتسلل، بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتنفيذ تدريب مشترك مع البحرية الفرنسية بمشاركة حاملتي المروحيات وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ من كلا البلدين الصديقين. واستمرت قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية في إحكام أعمال التأمين على امتداد الحدود الجنوبية والغربية، وتمكنت من إحباط محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش، وضبط عدد من قضايا التهريب للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية. كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة في تنظيم 583 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية، وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي
بمحافظات الجمهورية، فيما عززت عناصر الشرطة من الانتشار بمدن شمال سيناء وإحكام السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية وتجديد إجراءات التفتيش لضبط العناصر المشتبه بهم وتهيئة المناخ الأمني لعودة الحياة إلى طبيعتها. ونتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات، تم استشهاد ضابط وثلاثة مجندين وإصابة ضابطين وضابط صف وخمسة مجندين في أشرف ساحات النضال والتضحية، ليؤكد رجال القوات المسلحة أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاجتثاث جذور الإرهاب والتطرف واستعادة البناء والاستقرار والتنمية في كافة ربوع مصر. غادرت عناصر من القوات المسلحة للمشاركة في التدريب المشترك درع الخليج المشترك واحد، والذي يجرى في السعودية بمشاركة عناصر من الأسلحة المشتركة البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات في مجالات تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة التدريبية المختلفة وصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدراتها على تنفيذ المهام التكتيكية النمطية وغير النمطية في مسارح العمليات المختلفة. التقى وزير الخارجية سماح شكري وفد الصندوق اليهودي المتحد الأمريكي، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون المصرية الأمريكية، حيث أكد شكري حرص الحكومة على الاستثمار في هذه العلاقة وتعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين. كما استعرض شكري مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر وجهود محاربة الإرهاب على ضوء الحملة العسكرية الشاملة سيناء 2018. مشاهدين، هذه النشرة متواصلة مع حضراتكم بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا لهذه النشرة، ونستكمل هذه النشرة. قال الجيش الروسي إن أكثر من 6000 شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم. يأتي هذا في وقت واصل الجيش السوري تأمين خروج المدنيين من الغوطة عبر الممرات الآمنة والتي أنشأها في شرق بلدة حاموري على مشارف العاصمة. يشار إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا قال إن إجمالي عدد الخارجين خلال عمل الممرات الآمنة تعدى 68000 شخص. قتل 11 شخصا بانفجار في مدينة عفرين السورية، وقالت وسائل إعلام تركية إن الانفجار الذي وقع في أحد مباني عفرين أسفر عن مقتل 7 مدنيين وأربعة من عناصر الجيش السوري الحر المشارك في العملية التركية. وكانت الإدارة الكردية المحلية بعفرين قد توعدت باستهداف القوات التركية في أنحاء المنطقة، وذلك بعد أن تمكنت القوات التركية والفصائل السورية المسلحة المتحالفة معها وبعض الفصائل الموالية لها من السيطرة على عفرين. مع إعلان تركيا دخول قواتها والجماعات المسلحة الموالية لها مركز منطقة عفرين السورية، ما زالت القصص المأساوية تخرج من قلب المدينة بين مستشفى يتعرض للقصف وعمليات نزوح وسلب ونهب لم تتوقف. تركيا التي بدأت هجومها على المناطق الكردية في شمال سوريا قبل الشهرين هددت بتوسيع نطاق عملياتها لتنتقل من عفرين إلى منبج وتل رفعت والحسكة ومناطق أخرى، بينما يقتصر دور الأمم المتحدة في متابعة عمليات النزوح التي زادت على 200000 مدني
هربوا باحثين عن ملاذ آمن من الضربات الجوية والصاروخية التركية. في المقابل تعهدت القوات الكردية بتحويل المعركة ضد تركيا إلى حرب عصابات لتصبح كابوسا مستمرا في عفرين. إن قواتنا تتواجد في كل مكان من جغرافية عفرين، وستقوم هذه القوات بضرب مواقع العدوان التركي ومرتزقته في كل فرصة، وستتحول قواتنا في كل منطقة من عفرين إلى كابوس مستمر بالنسبة لهم. وضمن سلسلة من الانتهاكات التركية في عفرين، أظهرت صور بثتها مراكز إعلامية كردية أن القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها حطمت تمثالا لشخصية محورية في الثقافة الكردية تزامنا مع عيد النوروز. رغم قرار الأمم المتحدة وقف الأعمال القتالية في عموم سوريا، إلا أن تركيا تواصل حراكها العسكري وتهدد بمواصلة اجتياح المدن السورية، غير مكترثة بدعوات المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن بضرورة التزام جميع الأطراف بالقرار. الآن مشاهدينا ننقل لحضراتكم المؤتمر العمالي الذي يعقده اتحاد العمال لدعم الرئيس السيسي لولاية الثانية بحضور عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب وممثلي المجتمع المدني. أنا مش عايز المليون ومئتين ألف بخص النقل البيت، إنما الأول تحية احترام وتقدير واتكلم على عمال مصر الشرفاء. بقول المليون ومئتين، عايز مليون ومئتين أسرة، لا ده أنا عاوز 50 مليون، لأن كنتوا تسيطروا على 50 مليون اللي لهم حق التصويت، وأنت في سيارتك وبتتكلم اتكلم بما يرضي الله على انجازات الرئيس السيسي، اكتم واذبح من يريد بس الفتنه بين الصف العمالي وبين الشعب وبين الرئيس السيسي. احنا جايين العمال النقل البري، هو في تأمين صحي شامل للشعب المصري كله، بس احنا بنقول له يا ريس عايزين التأمين الصحي لعمال النقل البري. كلكم اعلم مني بان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز كل وجزئي لعمال مصر. هو الاستاذ محمد وهب الله والساده اللي سبقوني في التحدث وفي القاء الكلمات ما تركوش لي حاجه اقولها. هو محمد وعبد الله سرق الورقة اللي أنا كنت كاتبها واتكلم من خلالها، بس أنا هتكلم من قلبي لعمالي وحبايبي ورجالتي واللي رافعين راسي دايما وسندي وضهري، رجالة النقل البري. عاوز عهد وميثاق. ومساق
من زملاء الأعزاء بأن احنا يوم 26 و27 و28 كلنا بأهالينا وبأصدقائنا وبمحبينا هنكون قدام صناديق الاقتراع عشان نقول للعالم كله هو ده عمال مصر وهو شعب مصر من خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي. من خلالكم بوجه تحية للجاليات المصرية الموجودة في العالم، وأخص بالتحية الجالية المصرية الموجودة في الكويت والأخ العزيز رئيس اتحاد عمال الكويت والأخ العزيز رئيس اتحاد الصناعات الكويتي والشعب الكويتي عامة حكومة وشعبا بأنهم وعدوا وأوفوا، وتم الاتفاق بيننا على أن يكون يوم التصويت أجازة مدفوعة الأجر وأن يوفروا لهم المواصلات للإدلاء بأصواتهم، ووعدوا وأوفوا. فتحية كبيرة للشعب الكويتي وللشعب العربي عامة. أنا مش هطول عليكم لأن أنا مش جاي أخطب فيكم، لأ، أنتوا أكثر مني علما وفهما، عايزين نحافظ على بلدنا، عايز أحافظ على بلدي، عايز أحافظ على المكتسبات، عايز أساعد الرئيس في الإنجازات، عايز أقول إحنا شعب محدش يقدر يلو دعنا، إحنا شعب عنيد، إحنا شعب عنيد، إحنا شعب الزملاء الأعزاء في الانتخابات الزملاء الأعزاء في الانتخابات السابقة أثبتت المرأة المصرية القدرة وظهرت وخرجت في الاستفتاء وفي انتخاب السيد الرئيس وفي انتخاب البرلمان. تحية كبيرة للمرأة المصرية. طيب أنا عايز أقول حاجة، إحنا مش جايين عشان نبايع ونأيد بس، إحنا جايين نقول كلنا أيام الانتخاب الثلاثة هنروح للصناديق. إحنا كلنا بنقول عبد الفتاح السيسي في دمنا، نبدي من روحنا. أنا بقول لكم حاجة، عمال مصر الشرفاء، الأستاذ محمد بيقول إحنا بنراهن على العمال، وأنا براهن وببصم بالعشرة إن عمال مصر الشرفاء هم الرجالة.
صاحية، مصر صاحية بشعبها الأبي، مصر قوية برجالها، مصر عمرها ما نامت وعمرها ما تلكع، مصر الأبية، مصر بشعبها الطيب بشيوخها المؤمنين، مصر برئيسها عبد الفتاح السيسي بإذن الله هتقود العالم. أنا بقول حاجة، بعد المؤتمر هنخرج في مسيرة، في مسيرة في شارع الكلاء عشان نثبت للعالم إن عمال مصر هم ورجالة مصر هم، وإحنا من خلف السيسي وعايز بصوت عالي تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، يحيى السيسي، يحيى السيسي، يحيى السيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا، بعد انقضاء فترة الصمت الدعائي تعود الحملات الدعائية مرة أخرى للمرشحين لرئاسة الجمهورية بهذا المؤتمر، المؤتمر العمالي لاتحاد عمال مصر والذي يقوده رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السيد جبالي المراغي لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والذي دعا أنه أو تحدث أنه بعد هذا المؤتمر ستكون هناك مسيرة في شارع الجلاء لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وأعرب السيسي عن تمنياته للشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار، كما أشاد بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وروسيا وحرص الدولتين المستمر على تطويرها وتعزيزها مما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. هذا وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية في نتائج أولية فوز فلاديمير بوتين بولاية رابعة بعد حصوله على نحو 76% من إجمالي أصوات الناخبين بعد فرز 99.84% من المئة من أوراق الناخبين. بوتين يفوز بولاية رئاسية رابعة بعد حصوله على 76.6% من الأصوات. القيصر الذي لا يعرف الهزيمة رافعا شعار كل شيء سيكون على ما يرام. إنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي نجح في الاستحواذ على أكثر من 75% من أصوات الناخبين ليفوز بولاية رئاسية رابعة لمدة 6 أعوام مقبلة. النتائج الأولية شبه المؤكدة أشارت إلى تصويت نحو 52 مليون و900 ألف مواطن من الروس لصالح بوتين ليحقق
وحقق بذلك أفضل النتائج خلال مسيرته الرئاسية، محطما رقمه القياسي السابق في عام 2004 حين أيده 49 مليون و600 ألف شخص. روسيا أمامها مستقبل عظيم، شريطة أن يظل شعبها متحدا. نتيجة الانتخابات تمثل اعترافا بما تحقق من إنجازات في السنوات القليلة الماضية رغم الأوضاع الصعبة. وعلى مدار سنوات حكمه نجح بوتين في إعادة مكانة روسيا على المسرح السياسي العالمي في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ووضع الاقتصاد الروسي في المرتبة 9 عالميا رغم سلسلة العقوبات الغربية. ومنحت الثورة الأوكرانية وتبعاتها لبوتين فرصة استراتيجية للتمدد في شبه جزيرة القرم مواجها ضربة قوية للغرب، كما كان تدخله في الأزمة السورية رسالة قوية للولايات المتحدة وحلفائها بعدم ترك منطقة قوية مثل الشرق الأوسط. وفي أول رد له على قضية الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال، اعتبر بوتين الاتهامات الموجهة لروسيا بمحاولة اغتياله بأنها هراء. من الهراء الاعتقاد بأن موسكو سممت الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته. إن روسيا لتمتلك غاز الأعصاب الذي يقول مسؤولون بريطانيون أنه استخدم في الهجوم، وإذا كان هذا الغاز قد استخدم فسوف يسقط المزيد من الأشخاص ضحايا. ولاية جديدة يقبل عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل توترات مع الغرب وصلت إلى حد غير مسبوق من التهديدات المتبادلة، في وقت يلخص محللون سر قوته وشعبيته في حزمه وسياساته الفاعلة على الأرض. أكد الاتحاد الأوروبي أنه يأخذ اتهامات بريطانيا بشأن الجاسوس الروسي بجدية كبيرة. وقال وزير الخارجية البريطانية إن إنكار روسيا مسؤوليتها عن الهجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس السابق سيرغي سكريبال أمر خاطئ. وأضاف جونسون قبل اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل أن الإنكار الروسي ضد المنطق. وأكد الوزير البريطاني أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تأثرت خلال الأعوام الماضية بالسلوك الروسي المؤذي، مؤكدا أن موسكو لن تخدع أحدا بعد الآن. من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الاتحاد الأوروبي سيدعم بريطانيا فيما يتعلق بهجوم بغاز للأعصاب، وذلك على العميل السابق سيرغي سكريبال، وردا على ما إذا كان الاتحاد سيبحث أي إجراءات عقبية ضد روسيا. قال ماس إن الاتحاد سيناقش هذا الأمر إذا طلبت بريطانيا ذلك، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيبقى على تواصله مع روسيا رغم وجود مجموعة من المشكلات. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان المجتمع الدولي إلى عدم استبعاد دور إيران المثير للتساؤل في الشرق الأوسط. أوضح خلال تصريح صحفي على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية أن الاجتماع يجب أن يبحث الصواريخ الباليستية الإيرانية عند بحث الاتفاق النووي. هذه النشرة متواصلة مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. أهلا بحضراتكم. أجرت مديرية أمن القاهرة صباح اليوم القرعة العلنية لحجاج محافظة القاهرة، وخلال حفل إعلان النتيجة أكد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة أكد أن الداخلية تعمل على راحة المواطنين أثناء موسم الحج. الداخلية دائما تولي حضراتكم الاهتمام الأول بالعمل على راحتكم أثناء رحلة الحج. والحرص على أن يؤدي الجميع الرحلة وقد توفرت له كل سبل الراحة حتى تؤدي المناسك والعودة بسلامة الله. تقدم لمديرية أمن القاهرة هذا العام 21,716 طلب لأداء الفريضة. الحصة المقررة لمديرية أمن القاهرة 3,718 حاج بإذن الله. خصص نسبة 10% لكبار السن 372 حاج
بإذن الله. هناك نسبة احتياطية في حالة الاعتذار لمن وقع عليه اختيار القرعة بعدد 930 حي إن شاء الله. في إصرار وعزيمة يمسك الفنان التشكيلي رضا فضل الفرشاة بساعديه متحديا إعاقته ليرسم مجموعة من اللوحات الفنية. ذوي الإعاقة ما فيش حاجة بتقف قدامهم، أي حاجة ممكن يعملوها ما دام في إرادة وفي تصميم عليها. يمسك الفرشاة بساعديه، ربما تعانده أحيانا، لكنه يستطيع التحكم بها ورسم العديد من اللوحات. ذلك هو الفنان التشكيلي رضا فضل، الذي على الرغم من ولادته دون كفين، إلا أن الله منحه موهبة الرسم منذ صغره. أنا بحس إن القلم أو الفرشة جزء مني، ده أنا كمان لازم يعني أحس بيها، لو بمسكها بيدي الاثنين كده لازم أحس بيها وبملمسها، لأن مثلا في حاجات بقى فيها دقة، فلازم أعمل الحاجة ديت وأنا حاسس بيها. بالأخص كمان شغل الأبيض والأسود تحبير بيبقى فيها صعوبة شوية، لأن الغلطة فيه صعب إنها تتعوض، لأنه بيعتمد على الظل والنور والتدريج، فبيبقى العملية صعبة، فلازم أكون حاسس بكل حاجة بعملها في اللوحة كويس. رضا فضل مدرس مساعد بكلية التربية الفنية جامعة الأزهر، الأمر الذي ساهم في توصيل فنه ورسالته للطلاب. طلبة ممكن أول ما بيشوفوني بيبقى عندهم يعني مستغربين شوية إن أنا مين اللي قدامهم أو هيدينا إيه، وبعدين فأنا بستغل إن هم عايزين يعرفوا، الاستغراب ده بيبقى عايزين يعرفوا عن اللي قدامهم ده، فأنا بستغل ده في صالحي صراحة يعني، وبحاول أتكلم معاهم وبعد كده أشتغل قدامهم، فهم ما يشوفوني كمان بأرسم قدامهم بيستغربوا أكتر، الاستغراب ده بعد كده بيبقى إعجاب، فما دام هم يعني أعجبوا بيا خلاص فأنا هقدر أي حاجة أقولها لهم هوصلها لهم. شارك رضا في العديد من المسابقات وحصل على جوائز محلية ودولية، وهناك أعمال يعتز بها على مدى مشواره الفني. أعمال عندي والأعمال اللي أنا بحبها جدا كانت لوحة عملتها عن محمد الدرة الطفل الفلسطيني في الانتفاضة، وتاني لوحة كانت في كمان لوحة جميلة قوي كانت بنت رؤى، كانت بترسم بشكل معين، فبترسم إيد صغيرة لكن فيها صوابع والإيد التانية طويلة لكن فيها صوابع، فهي شايفاني إن أنا بعمل كل حاجة، فمش شايفة بالنسبة لها إن أنا عندي أي إعاقة أو كده، فأنا استغليت ده برسوم الأطفال وعملتها في لوحة. يسعى رضا فضل إلى مناقشة رسالة الدكتوراه التي عكف على تحضيرها لأشهر طويلة، كما يأمل بمشاركة لوحاته في العديد من المعارض الدولية. فدينا انتهت نشرتنا، ولم يتبقى سوى تذكرة بأهم عناوينها. القاهرة تستضيف اليوم قمة مصرية سودانية بين السيسي والبشير لتفعيل مسارات التعاون الثنائي. القضاء على 36 تكفيريا وتدمير عدد من المخازن وسيارات الدفع الرباعي أبرز ما تضمنه بيان القوات المسلحة. بعد ساعات من السيطرة على عفرين، انفجار يستهدف مسلحين مشاركين في العملية التركية يقتل نحو 10 أشخاص. إذن انتهت هذه النشرة مشاهدينا الكرام، أشكركم على كرم المتابعة، لقاؤنا الإخباري ما يتجدد دائما على رأس كل ساعة، بعد دقائق من الآن تلتقون ونافذة أون لايف على العالم وأبرز المستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية مع الزميل أحمد أبو زيد.